بصباح الهندي في الإمارات قرر يشتري رقم تليفون خاص إماراتي. كم قيمة تتوقعون شراء الخط الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ خلنا على قدنا يعني نحط أرقام. 10,000 درهم كم؟ 20؟ صدق ولد فقر انت. كم؟ ها؟ شنو؟ شو يقول هذا؟ خليه هنا يقول 30؟ ماشي ولد فقر. ها نص مليون؟ 50؟ ايه؟ ها؟ 50,000. ها؟ ليدر المخرج عنده السكريبت. شرى الخط بأربعة مليون وخمسمية وكم مخرج؟ وعشرين ألف درهم. الله يهدى لو ما أعطيني إياهم كم أحسن له يعني كم وزعهم؟ كم أعطي كل واحد فيكم ألف 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 درهم والمخرج 2500 وكل واحد من المعدين 5,000 والباقي حقي. المعد موافق من الحين، عطني التقرير. قاعد تستفزه، ارجع ارجع للساحه اسمع كلام اخوك، ارجع اللقطات شوف اللقطات عدت. اوكي يس كم؟ رجعت؟ 10,000 10,000 زاد. اوكي اوكي عودة الكبار عودة الكبار بصباح يرجع من جديد بصباح يرجع من جديد 4,520,000 اوكي الف مبروك. اوكي عايز اي دونت هاف اني فيديو يباع في هذه اللحظات ب 4,520,000. ألف مبروك. والحائز على هذا الرقم هو رجل الأعمال أبو صباح المليون. مبروك يستاهل رقم مميز لشخص مميز. يستاهل أبو صباح الهندي على هذا الرقم المميز ومبروك للشركة 4,000,000 وعقبال مخرجنا يشتري مثل هذا الرقم من الأمور.